يوم 7 سبتمبر يمثل لي عرس الجزائر، عيد الجزائر بالنسبة لي. يوم 7 سبتمبر نطلب من المواطنين والمواطنات أن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات بقوة. أيثما أسن سبعة قيور أروحت انتخبت فورغاز، قال لنا تافم بلاص البرنانجنس، قال لنا ذيك مامول، قال لنا ذيك بريدن، قال لنا ذيك الجامعات، قال لنا هذه يخدم المستوصفات المستشفيات. أنا كمرأة جزائرية نتمنى في 7 سبتمبر يكون عيد الجزائر، ونتمنى كل الجزائريات تتوجه إلى مكاتب تصويت. أنا أنا كمرأة نتمنى اللي راح نزكيه نعطي له صوتي يتوله المرأة الريفية والعاداتنا والصناعة التقليدية تاعنا والتراث تاعنا. الرئيس هذا يكون ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله يرفض الولايات وكل البلاد نغوتين ما ويقوم سيس اللي خاصه ديال المجال الاقتصادي ويتولى غير الشباب، ونشد ولايه الشباب ومن الباقي عن سنين. الرئيس هذا يقول ان شاء الله يتولى غير نغوه ديال زدا غير نغوه ديال قل غير ما تخص ولايه من الباقي. اليوم نطلبوا من اخواننا باش يروحوا لصناديق الاقتراع باش يمدوا الصوت نتاعهم. الانسان اللي راح يكون قدوه للشعب الجزائري كامل بكل.